صباح الخير، هنتكلم على حساسية الصدر، الهاوس داست مايتس. الهاوس داست مايتس ده نوع من المايت بتعيش في البيوت بتاعتنا، وهي دي المسؤولة عن مرض الحساسية. ده منظرها الأبيض، ده عايشة ما بين الشعر. شعر ايه؟ شعر السجاد، شعر المراتب، شعر الفرنيتشر القديمة. يبقى بتعيش في مش في الخشب، في القماش القديم، وبتعيش في شعر السجادة، وبتعيش في المراتب. تتغذى على السكن، الاكسفوليتد سكن، السكن اللي بيقع مننا، بيتقشر مننا، وايه، والضوافر، تتغذى عليهم وتفضل عايشه. طيب بتعمل ديزيز ازاي بقى؟ هي جسمها نفسه بيبقى بوتنت الرجيك، بجهاز المناعه بتاعي بيرد عليه بايه، بالحساسيه، ان هو يطلع ايمونو جلوبولين اي وايزينوفيلز ويعمل لي الرجي. بتعيش اكتر في الاماكن اللي فيها رطوبه عاليه 80%، ويبقى درجه حرارتها 25 درجه. طيب ايه الديزيز اللي ممكن تعمله؟ ممكن تعمل حاجة من ثلاثة، يا اما برونكيال ازمة، تعمل حساسية صدر، العين يصحى بالليل صدره بيزيق مش عارف ياخد نفسه، كأن فيل قاعد على صدره. تعمل برينيال راينيتس، شوية رشح، نيزل كونجيشن، عطس، ممكن كمان وجع في العين او اتشينج في الكونجنكتايفا. او تعمل درماتيتس، شوية حمار والجلد بيقشر. يبقى بتعمل العين ده حساسية. اشخصها ازاي؟ عن طريق الهيستوري والكلينيكال بيكتشر، او اعمل سكين تيست. السكين تيست اللي بيتعمل في الحساسيه، بجيب ايد العيانه اهي واشرطها شرط بقلم، اشاور بقلم على حتت كذا حته، وبعد كده اجيب انتيجنز. انتيجنز كتير، ما انا معرفش ده واحد عنده حساسيه، معرفش بقى عنده حساسيه من ايه. انتيجن بتاعه الفراوله وبتاعه المانجا وبتاعه الحاجه، ومن ضمنها الانتيجنز بتاعه اللي هي الهاوس داست مايتس دي، واحط الانتيجن في كل مكان، انتيجن في كل شرطه من دول، واجي اقرا التست ده بعد ربع ساعه واشوف العيان هيعمل ايه، رياكشن ضد انهي انتيجين بالظبط، عشان اطلع الانتيجين اللي عامله الالرج. وبعد كده ممكن ادور على الاميونو جلوبولينز ضد الهاوس داست مايتس، اي جي اي او اي جي جي 4. ازاي اعمل كنترول الهاوس داست مايتس؟ قال لك اول حاجه لازم ما يبقاش فيه تراب في اوضه النوم بالذات اللي العيان بينام فيها. طب ازاي؟ اول حاجه المرتبه بتاعتك لما بتشتريها بتيجي متحوطه بكيس بلاستيك، سيبه. يبقى نحوط المراتب بكيس بلاستيك علشان ايه، المايت ما تعيش في المرتبة. الملايات نغليها، حطها في الغسالة وحط عليها ايه، حطها على درجة حرارة عالية تتغلي. ياريت ما يبقاش فيه سجاجيد في اوضه النوم تعيش فيها المايت وتعمل لي الرجي. ازود الفنتيليشن، نهوي البيت علشان الرطوبة، ونكنس بالمكنسة علشان نشفط الاجز ونشفط اللارفي ونشفط المايتس كلها، ونستخدم الانسكتيسايد. اخر حاجه في حاجه اسمها دي الرجين، ده انسكتيسايد برضو بيموت المايتس دي، بيترش على انترفلز من شهرين لثلاث شهور. دي الشركه الالمانيه لاباده الحشرات، اجيبها ترش لي البيت كل شهرين ثلاثه. ثانك يو.